ده في ايه؟ انا دخلني اوضه الكشف. هاي يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو دكتور احمد صالح موجود؟ لا قدامه ساعتين. لسه قدامه ساعتين؟ هو ميعاده بعد ساعتين. اصل بنتي تعبانه خالص والله. ما هو ميعاده بعد ساعتين والله. كان ممكن احجز كشف واقعد استناه؟ طبعا طبعا. الاسم ايه حضرتك؟ مكه محمد ابراهيم. هو كم الكشف؟ 200 جنيه حضرتك. المكه ايه؟ اتفضلي. ماشي شكرا. اتفضلي خلي دي معاكي. لا لا شكرا جدا والله. ابدا والله العظيم. معلش انا زي اختي. لا لا والله شكرا جدا والله. اتفضل. نعم يا حبيبتي. مذيعه من بابا. ده بابا طيب. لا يا حبيبتي والله انا مرتبي بيكفيني الحمد لله. ربنا يخليك باباك يا حبيبتي. شكرا جدا لذوق حضرتك. طيب حضرتك مش لابسك ماما ليه؟ ده في ميكروب في الجو. لا عادي خليها على الله. لا اتفضلي. شكرا جدا لذوق حضرتك بابا. تعالي يا حبيبتي اقعدي يا حبيبتي. اقعدي. نامي وارتاحي يا حاجة. يا بابا. يا أمنية. طنطي دي طيبة أوي وصعبت عليا. أنت كده هتزعليني منك. إجمادي. خلاص يا بابا أنا آسفة. أنا آسفة يا بابا. قدامي. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أما الأستاذة سلمى فين أمال؟ سلمى مين؟ استاذه سلمى اللي بتقعد هنا على طول اللي بحجز معاها على طول. سلمى اختي. اختك ونسيت اسمها. تعبانه شويه بس. لا 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 الف سلامه عليها. الله يسلمك. لسه حاجز معاها الصبح البت فيروز. بس اقول لك حاجه بامانه يعني ونعم التربيه ونعم الاخلاق. بيني وبينك يعني كل ما اجيب بنتي فيروز هنا اجي اديها 50 جنيه ولا حاجه ما ترضاش تاخدها ابدا وموقفه الموضوع دوت. احنا شبعانين الحمد لله. اتفضل. الاسم بس ايه؟ فيروز احمد صالح. هي الناس بتكتبه ولا الصبح؟ معلش تعبانه بقى. الدكتور فاضل له ساعه بالظبط. خلاص ماشي انا هستناه هنا. اتفضل 200 جنيه الكشف. شكرا. اتفضل ال 100 جنيه دي ليك. لا والله والله ابدا. في ايه بس؟ ده احنا شباب زي بعضينا وبنزقنا. احنا اخوات يا عم. في ايه؟ مرتبي بيكفيني والحمد لله. بقول لك اخوات. مش هينفع والله. اتفضل. ونعمه التربيه والله. ربنا يخليك. تعالي يا روز. الدكتور ساعه جاي يا حبيبتي. ماشي ماشي يا ابو. قومي بالسلامه يا حبيبتي. لو سمحت. ايوه اتفضلي. هو الدكتور هيجي امتى بالظبط؟ فاضل له ساعه. تمام. عارفه يا روزه؟ ايه يا بابا؟ اللي انت اغلى حاجه في حياتي. وانت كمان يا بابا اغلى طول حياتي. انا عارفه انا مش بحبك اشوفك تعبانه خالص. انا نفسي تبقي قويه كده شبه سوبر مان وشبه هالك. هالك ايه يا بابا؟ ده ولادي يا بابا. ده ولادي؟ البنات بس. يبانزر الكلام ده يا بابا. البنات روبانزر؟ ومين تاني؟ وكمان اسمه سنو وايت. سنو وايت؟ اه. والامارات؟ اه. انت الفصل بتاعك اسمه سنو وايت في المدرسة صح؟ صح. ربنا يطمني عليك يا حبيبتي واشوفك دكتورة كده. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عايزة احجز كشف. اتفضلي الاسم. غزل عبد الله رجب. 200. ماشي تمام. كان في واحدة هنا قاعدة مكان حضرتك. راحت فين؟ سلمى اختي. أيوة. تعبت شوية وروحت. طب قول لها بالله عليك ألف سلامة. الله يسلمك. وصلها سلامي. حاضر. ماشي احنا كده قدامنا كام؟ رقمين. طيب تمام. اتفضلي. الدكتور قدامه كتير؟ ايه لا ساعة الا ربع بالظبط. طب تمام. اتفضلي. ماما. نعم يا حبيبتي. انا حاسه ان بطني يا ماما وجعني وحاسه ان انا تعبت يا ماما. الف سلامه عليكي يا حبيبتي. مش انت ما بتسمعيش كلامي يا غزل وبتاكلي اكل من الشارع وحلويات كثيره قوي. بس انا بحب اكل من الشارع يا ماما. يا حبيبتي غلط عليكي. ما لو بيفيدك كنت انا اكلته لك بايديا والله. حاضر يا ماما. اسمعي كلام ماما يا غزل. حاضر يا ماما. وبعدين ما تفتحيش الثلاجه وتقفي قدامها يا غزل. بتضرك وبتسخنك بتخليكي سخنه. حاضر يا ماما. ماشي يا حبيبتي اسمعي كلام. حاضر. عشان انا ماليش غيرك في الدنيا. حاضر يا ماما. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. يخليكي ليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك. في كشف مستعجل؟
لا والله عشان الواد تعبان بس. لا كله هنا سوا يا سيدي. هاتشي تعبان. ألف سلام عليك. هاتشي ألف سلام عليك. بيعطس من الصبح. هاتشي ماشي ماشي تمام. الكشف 200 جنيه. عليك عم. ايه ده كده؟ ايه ده كده؟ كم؟ 200 200 جنيه؟ اه. الاسم ايه بس؟ ايه؟ الاسم مسمار محمود. مسمار؟ اه مسمار محمود. مستغرب بابا ليه كده؟ معرفش. كل اللي قول اسمك مسمار يستغرب. كشف ما الكشف مجاني النهارده ولا ايه؟ لا ليه في حاجه ولا ايه؟ كشف مجاني غير القادرين. كشف مجاني غير القادرين؟ اه ده يوم الخميس بس من 11 بالليل لواحده الصبح. اه قلت اوفر بقى يعني ايه؟ لا كده كده الدكتور ما بيسالش. معاك فلوس ما معكش فلوس ما بيسالش. والله والله مش فارق معايا الكلام ده. هو ماشي الله يخليك. ماشي اتفضل حضرتك. ماشي حضرتك رقم 4. اجي خلاص قدامك 3 حالات. طب عاوز اقول لك على حاجه. مفيش حاجه مؤقته كده عشان العطس دوت انت تعملها له؟ هو بالظبط الدكتور قدامه ساعه الا ثلث. ما انت فاهم بقى يعني. اكشف عليه كده بص عليه. لا الدكتور جاي دلوقتي. انا ما اعرفش والله. انت ما انت برضه خبره برضه. حضرتك اتفضل. الدكتور جاي دلوقتي. الدكتور على طول اكيد فاهم. اتفضل حضرتك. شغلتكم بقى الحاجات دي. ربنا يخليك. اتفضل. والتمريض برضه مش بيدرسه ولا ايه؟ انا اعرف التمريض برضه بيدرسه. طب اتفضل حضرتك. صح ولا غلط؟ صح اتفضل. برضه انا باخد وقتي معاك برضه. هو فاضل له قد ايه الدكتور؟ قلت لك ساعه الا تلت. الدكتور هو اللي هيفيدك. انا تعبان يا بابا. ان شاء الله تكون كويس. يا رب يا بابا. هو الدكتور قدامه ياما ولا ايه؟ اتاخرنا كده. تلت ساعه. تلت ساعه؟ خلاص يا مسمار اهدى شويه. مسمار انت مفيش حاجه تسجله العطس دوت اي برشامه ولا حاجه؟ حضرتك الدكتور فاضل له تلت ساعه. حس خلاص يا مسمار. حاضر يا بابا. حاضر يا ماما. انا تعبانه مش قادره يا ماما. معلش يا ماكس. الف سلام عليك. اصبري شويه بس استحملي شويه. الدكتور زمانه جاي. معلش مش قادره انا يا ماما. بس تعالي كده شويه عشان الراجل اللي جنبنا ده ابنه بيعطس. تعالي كده. معلش يا حبيبي. مفيش مفهوش حاجه يعني شويه برد يعني. البنت تعبانه لوحدها يا استاذ. كلهم تعبانين انت عارف. الدور ماشي يعني ما دور برد ماشي. ما تكح هناك شويه. هجي خلاص تمام. في واحد بيعطس جامد جدا يا دكتور. اوزع عليهم كلهم كمامات. حاضر ماشي يا دكتور. سلام. الدكتور فاضل له 10 دقايق وقال لي اوزع عليكم كمامات. وزع يا عم هات اي حاجه بس تيجي. والنبي يا حبيبتي وزعي الكمامات عليهم. حاضر يا عم. اتفضل. هات. والنبي يا استاذ كمامة الاحسن. الاستاذ اللي جنبنا عمال يعطس. اتفضل. هاتي يا لو سمحت. حبيبي حبيبي. ايه الدكتور جاي ولا لسه؟ لا لسه. ايه عم بتحلم؟ هاتي يا استاذ. هاتي البس كمان ده. اتفضلي. اتفضل. لو سمحتوا كلكم البسوا الكمامات. اتفضل. بابا يا عم هلبسوها عشان الدكتور ما يتكلمش معايا. خدي من العسل دي. شكرا. خدي من العسل. لا شكرا شكرا يا حبيبي. عفوا على ايه؟ البسي يا ولد عشان برضه ايه؟ البرد اللي عند الناس ده الولد عمال يعطس لما يزهق. هاتي ارمي وشك هناك يا مصطفى. مش هلبسها. تعالي انت مليت هدوم. بابا مش هلبسها. لا البسها. ليه؟ عشان ما تيجي عليه. ماشي ربنا يخليك يا بابا. الدكتور فاضل له 5 دقايق. ماشي. وانت حبيبي جاي للدكتور ليه يا امال؟ مش عارف انا دايخ كده. دايخ ولا عاوز تخس؟ مكة انا حاسه بدوخه كده يا بت. وانا يا ماما انا حاسه بدوخه كده يا كلهم ناموا؟ ايوه. امنية؟ نعم. اطلعي بره واقعدي تدخلي اي حد. حاضر يا بابا انا عارفه بس انا خايفه قوي. خايفه من ايه يا امنية؟ خلي قلبك جامد شبه ابوكي. حاضر. يلا اطلعي يا حبيبتي. حاضر. اقعدي تدخلي حد. حاضر ما تخافش يا بابا. انت راجل غلس. انت وابنك
بتاع عربية ده كده حلو قوي. ده في ايه؟ انا دخلني اوضه الكشف. هو في ايه؟ ايه ده؟ ده نهار ابيض. تليفوني فين وشنطتي؟ نهار ابيض. يا استاذه يا بنتي فوقوا. يا استاذ اصحي يا استاذ فوق. فوق ابنك ده ولا مين ده؟ يا استاذ يا بنتي فوق يا جماعه. هو في ايه اللي حصل يا جماعه؟ فوق في ايه اللي حصل؟ ماما احنا فين؟ ايه ده تليفوني فين؟ تليفوني والمحفظة كان وينها؟ شنطتي يا بابا. تليفوني والمحفظة. يا لهوي يا لهوي. شنطتي فين؟ فين يا بابا؟ والخدم بتاعي يا مكتب. فين يا جماعة؟ فين؟ انتوا اللي صبتوا علينا ولا ايه؟ يا لهوي. صبتوا علينا ولا ايه؟ انا لسه فايقة دلوقتي حالا يا جماعة. فايقة تتصبوا علينا ولا ايه؟ فين الكشف؟ اخوكي كان هنا وهو اللي اخد مننا الكشف. ثواني الكاميرات فين اللي هنا؟ الكاميرات اللي عندنا هنا كل حاجة. انا عايزه التليفون فين الكاميرات اللي هنا؟ الكاميرات فين؟ انا معرفش اي حاجه. انا لقيت فين الكاميرات؟ وايه الكاميرات اللي هنا؟ فين هي؟ انا معرفش حاجه عن الكاميرات. يا استاذه سالم دلوقتي في كاميرات ولا ما فيش؟ هنا وزع علينا كمامات. مفيش كاميرات. مفيش كاميرات. طب مرتبينها بقى. ايه ده؟ مفتاح العربيه بتاعتي؟ مفتاح العربيه؟ هبص عليها واجي. والله العظيم ما هسيبكم. انا ماليش دعوه. والله هعمل لكم احضان. ثواني كاتبين الكشف مكاني. لا التليفون بتاعي 16000 جنيه. بص حضرتك والمحفظة كان فيها 4000 جنيه. اسمعني. طب حضرتك انا في واحدة خالتي. لا ما اسمعكيش. اسمعني. طيب اسمعني. والله انا ماليش دعوة. سابينا انتوا اصحابه. ثواني هطلع اعمل محضر على اسمي. عاون العربية اللي اتسرقت. العربية بتاعتي مش موجودة. اعمل ايه؟ واحدة زي كيني. ده شقة عم. العربية مش شقة عم بيها. استنى الدكتورة اسحبوا على الاسم. انتوا الدكتور يا نصابين يا حرامية. الدكتور جاي ايه يا استاذ؟ انا في واحد جالي قال لي انا عايز احجز لبنتي واسمه مكه محمد ابراهيم. اعطاني كمامه من هنا وما حسيتش بنفسي. لك سلم صلاه النبي كده ما اعرف اسمها. والله انا ماليش اخوات. والله انا ما بضحكش عليك. انا عايز اعمل معاك. وانا معاك على ايش؟ الدكتور اسحبوك كده. فين الدكتور؟ كلمي الدكتور قدام قد ايه؟ ما اعرفش انا لسه فايقه. ما اعرفش. يا الدكتور اكيد متفقين مع بعض. طوال احنا نستنوا الدكتور وناخدوني بتوع الاسم. والله ما همشي من هنا. والله ما انا عايزه تليفون. عربيتي وتليفون. والله ما انا سايبك. ما اعرف عليك. تليفوني مخدر. شبه حاجات مخدر. انا كنت لابسه كمامه. ولقيت نفسي دوب اوضه الكشف. هو انت حصل له حاجه؟ انت يا ابني يا ابني يا ابني بتاع فيها مخدر ممكن تكتمه ولا حاجه. فوق يا ابني فوق. بس انا ماليش دعوه بحاجه يا جماعه. انا مش هسكت. مفيش كاميرات. يعني ازاي المكان بتاعكم مالكيش دعوه بحاجه؟ يعني ازاي؟ كلمي صاحب المكان. انا شغاله هنا. انت كلمت صاحب المكان؟ طب انا معيش تليفون. يا استاذه انا عايزه تليفون. يا جماعه اهدوا يا جماعه. الدكتور هيجي دلوقتي يا جماعه وكل واحد فينا هياخد حقه. هناخده بعدنا كده برابطة المعلم وبالاستاذه وناخده نعمله محضر في الاسم. واكيد الدكتور هيجي معانا. والله ما احنا سايبيني. انا اتضحك عليا زيكم. وانا مش لاقيه شنطتي ولا تليفوني. بلاش النخمه اللي بتشحنيها على كل الناس. امد والله يا امد ايدي عليك. الكلام ده ولا ايه؟ انت اشوف وشك ده. شحنتك دي مش شايف اشوفها. يا استاذ على طول. يا استاذ سلمى. يا استاذ سلمى يعني انا دلوقتي اجي اكشف على بنتي اطلع من غير عربيه ومن غير تليفون؟ انا طلعت ما لقيتش شنطتي وتليفوني. انت ما تعرفيش العربيه ديت انا شغال علشان انا عارفه. والله وحاجه بتعمل اكتر من كده. حولت بقى بكده. عايز تقولي الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ والله ما اعرف حاجه. يا انت في كاميرات. والله انا ما هسيبكم. والله ما هسيبكم. انا مش عارفه اعمل ايه. انا كمان طيب انا اعمل ايه يا اختي؟ انت مش انت شغاله هنا؟ مش انت شغاله هنا؟
انا عايزه تليفون لسه عشان يا جدي، حرام عليكي. طب انا مالي وانا اللي خدت؟ طيب يا لهوي.